بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من سؤالك مهم. في سؤالك مهم بنجاوب على اسئلتكم اللي بعتوها لنا على اليوتيوب او فيسبوك او انستغرام اللي كنا نزلناها على فيديو من الفيديوهات اللي بتنزل. طيب سؤال النهارده ايه؟ سؤال النهارده يا دكتور انا عايز علاج لتشوهات الحيوانات المنويه. قبل ما تسمع الاجابه على السؤال ده، احنا كنا نزلنا فيديو انت ممكن تشوفه، كنا اتكلمنا فيه عن تحليل السائل المنوي، وممكن تشوفه يا اما من هنا يا اما ممكن تشوفه في صندوق الوصف وتكمل الفيديو ده. من جوه الصيدلية. طيب علاج تشوهات الحيوانات المنويه، دايما انت لازم تسال نفسك اول حاجه، التشوهات دي بتحصل ليه؟ التشوهات في الاغلب احنا لازم نشوف اول حاجه بتؤثر سلبا على الحيوانات المنوية هي الدوالي. فلازم اول حاجة تعملها لازم تروح تكشف عن دكتور وتشوف انت عندك دوالي ولا لا. وكنا عملنا فيديو عن الدوالي ممكن تشوفه برضو من هنا عشان نشوف الاعراض وتقارنها لو انت عندك اعراض ولا لا. طيب ما عندكش دوالي، لان الدوالي بتسبب التشوهات حيوانات منوية. ايه كمان بيسبب تشوهات حيوانات منوية؟ بيسبب تشوهات حيوانات منوية لو انت الاشعات اللي انت بتعملها، اشعة الصدر والاشعة وبتاع والكلام ده، بتعمل العلاج الكيماوي بيعمل تشوهات الحيوانات المنوية. احيانا بعض العلاج بيسبب تشوهات في الحيوانات المنوية. طيب خلينا نروح دلوقتي ونقول طيب لو انا عندي تشوهات في الحيوانات المنوية وما عنديش كل اللي انت قلته ده وعايز علاج يجيب معايا نتيجة. في البدايه خليني اقول لك ان علاج تشوهات الحيوانات المنويه بياخد تقريبا مش اقل من 6 شهور. يعني مش هكون بضحك عليك واقول لك والله خد العلاج ده وتاني يوم هتبقى زي الفل، استحاله، لان هو بياخد وقت عبل ما تبدا تصلح، لان احنا بنصلح الاصل اللي هو موجود في الخصيه. طيب هنبدا ناخد ايه؟ محتاجين ناخد حاجات مضادات للاكسده وحاجات تحمي الخصيه وخلايا الخصيه، وهي وقت ما بتنتج انها تنتج لنا حيوانات منويه قويه. بنفس الوقت في مرحلة الانتاج كلها نحافظ على الحيوانات المنوية دي ان ما يحصلهاش اي نوع من الميوتيشن او اي نوع من التشوهات او اي نوع من ممكن يأثر عليها، يأثر على حركتها او يأثر على ان هي تلتصق ببعض وتعمل التراس او تراس الحيوانات المنوية. طيب زي ايه؟ اول حاجة انت لازم تاخد حاجة اسمها الانزيم المساعد 10 اللي هو الكو انزيم Q10. لازم تاخده. ناخده بقد ايه؟ ناخده بتركيز 200 ملي جرام في اليوم. ناخده ده بيجي مثلا الجولد بيجي بتركيز 100 ملي جرام، هناخد منه قد ايه؟ ناخد منه حبتين في اليوم. تمام. تاني حاجه بناخدها اللي هو السيلينيوم. نبدا ناخد السيلينيوم، نبدا ناخد كل يوم حبه من السيلينيوم. غير السيلينيوم هناخد ايه؟ هناخد حاجتين مهمين جدا، او قبل الحاجتين مهمين جدا هناخد حاجه الثالثه برضو بتساعد في مضاد الاكسده وتحميها من الموضوع ده. هناخد ايه؟ هناخد فيتامين اي. فيتامين اي في شكله العادي كويس، بس الاحلى منه لو انت عايز تشتري فيتامين اي مضاد للاكسده، ما تشتريش فيتامين اي العادي، اشتري التوكوفيرول. شايفينه؟ الفا توكوفيرول. ممكن ده ممكن تاخده، وممكن تاخد كمان اللي هو لو انت عايز حاجه طبيعيه تاخد البروبوليس اللي هو العكبر. عندنا حاجتين مهمين جدا اللي هم ايه؟ اللي هم ممكن نقول الال ارجينين والال كارنتين. طيب الال ارجينين والال كارنتين الاثنين مع بعض بيعملوا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان هم بيزودوا الطاقه للحيوانات المنويه وبيزودوا عدد الحيوانات المنويه، يعني ده بيزود عدد الحيوانات المنويه وده بيزود انتاج والكميه كمان. طيب لكن خلي بالنا من حاجه، خلي بالنا من الجرعه. الجرعه الال ارجينين لازم ناخد 2000 ملي جرام يوميا، والال كارنتين نفس الكلام، يعني ده ال 500 ملي جرام في الحبه هيبقى هناخد كام؟ يبقى هناخد 4 حبات، 2 الصبح و2 بالليل. وفي حاجات منها بتيجي في الشكل السائل، وده هعمل عنه فيديو ان شاء الله ينزل الاسبوع الجاي عن الال كارنتين ده، برضو هتلاقي الحاجات دي. فالميكس اللي احنا قلنا عليه ده من احسن الادويه اللي ممكن تاخدها لعلاج تشوهات الحيوانات المنويه. يبقى السؤال الاخير اللي انا عارف ان انت بتساله دلوقتي، طيب يا دكتور لو انا مش لاقي الحاجات دي اعمل ايه؟ بص حضرتك، اي صيدلي شاطر في وطننا العربي بره قول له انا عايز الماده الفعاله دي، هيجيب لك زيها زي اللي عنده فيها. مش لازم نفس البراندات، انت ممكن تاخد الماده الفعاله تاخدها من اي مكان تحت اي براند، والله الموفق. اشوفكم على خير في سؤال جديد من سؤالك مهم. سلام.